فالإجمالي 180 مليار. أنا بس عايز أقول لينا كلنا وإحنا بنتكلم في ده، إحنا بنتكلم على 180 مليار جنيه للبناء، ولكن لا ده مش داخل فيها أبدا تكلفة التشغيل اللي إحنا بنتكلم عليه، سواء إحنا اللي بندفعه كحكومة أو الجامعات الخاصة بتتعامل بيه مع فكرة التعليم. أنا برضو كنت بقول ده ليه، عشان إن إحنا برضو في 2032 اللي إحنا متفقين يا دكتور مصطفى إن إحنا ننجز هذا العدد، وقد نكون أكثر طموحا في التعامل معه. تفضل دكتور أيمن لو سمحت. بس أنا عايز أقول نقطة مهمة هنا، أنا عايز أقول لكم إن الأرقام ديت بأرقام كان قيمة الجنيه فيها غير دلوقتي. إحنا كنا بنتكلم في 2014 و15 لغاية 16 كان الجنيه ب8 و9 مش كده؟ نعم. أو أقل كمان. والنهاردة إحنا وبعديها بشوية بقى ب16. أنا عايز أقول لكم لو تخيلوا إن إحنا بناخد القرار في بناء هذا الحجم ده دلوقتي، يا ترى الرقم هيبقى كام؟ هل هو 170 180 200 ولا 250 ولا 300؟ ثم انا فقدت الفرصه زي ما قلت كده، في فرصه امتلاك القدره في بناء منظومه تعليم مناسبه. هنا هتوقف. انت قلت ان احنا عايزين نعمل 17 جامعة تكنولوجية. انا ما اعرفش انتوا عاملين حسابكم على كام، اتصور 500 مليون ولا يا دكتور؟ هي التكلفة اللي كانت للجامعات القديمة 600 مليون جنيه فعلا، فاحنا نقول هنوصل لمليار دلوقتي. لا خلينا نقول 600 مليون. 500 مليون. انا دكتور مصطفى من صندوق تحيا مصر مستعد ندخل في البرنامج ده، نبني الجامعات ديت اللي هي التكنولوجية ال17 نص القيمة والحكومة تدفع نص القيمة. موافق يا دكتور؟ طيب النقطة الثانية، أنت قلت إن في مبادرة جميلة بتاعت المبتكرين والمبدعين، وقلت إن أنتوا رزن لها 50 مليون. إحنا برضو ممكن نساهم معاكم من صندوق تحيا مصر ب50 مليون إضافية، يبقى 100 مليون كده، يبقى معقول.